عن اليوم العالمي لكوكب الأرض. دين الإسلام يدعو للحفاظ على كل ما يفيد الإنسان، يحترم جميع المخلوقات، ويحث على إعمار الكوكب وتقدير الطبيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وفسيلة يعني غرسة شجر أو زرع. عن أهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة والمرافق العامة في الشهر الفضيل وفي كل أيام السنة في الشرع الإسلامي، خاصة بالتزامن مع اليوم العالمي لكوكب الأرض، حديثنا مع فضيلة الشيخ حسن بركات، عضو الفريق الديني الشبابي. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير. أهلا وسهلا بكم ثانية، يعني نتشرف دائما باستضافتكم. اليوم هو اليوم العالمي لكوكب الأرض، والدين الإسلامي دين يصلح لكل زمان ومكان، ودين ليس دين عقائدي فقط، بل دين مدني ودين ينظم التعاملات مع البشر ومع باقي المخلوقات. كيف ينظر الإسلام إلى فعلاً كوكب الأرض وإلى الطبيعة وإلى البيئة؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مثل ما تفضل أستاذ ورد، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الأرض في القرآن الكريم، يعني إنسان كلمة الأرض والحفاظ على الأرض وعدم الفساد في الأرض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم الله على الإنسان بهذه الأرض بهذا الكوكب وجعل فيه التنوع ما فيه. ذكرت الأرض أكثر من 300 مرة، أكثر من 300 مرة كلمة الأرض ذكرت في القرآن الكريم. فهذا إن دل على شيء يدل على اهتمام حضرة الله سبحانه وتعالى لهذا الكوكب، وتنبيه الإنسان أيضا لأن يهتم بهذا الكوكب الذي استعمره فيه، يعني جعله فيه ليعمره، جعله في هذا الأرض خليفة عن الله سبحانه وتعالى ليعمر هذا الأرض بالخير والمحبة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يعني تربة أراضي، ففي التربة الحمراء والتربة الصفراء اللي بيعرف بهذا الاختصاص. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه الأرض الله سبحانه وتعالى جعلها تنبت أنواع المزروعات والخيرات، فإذا الإنسان ما اعتنى بها، إذا الإنسان ما أكرم هذه الأرض، فلن تعود عليه بالخيرات التي يعني تخرج من هذه الأرض من مزروعات ومن ثمار ومن أشجار، شيء من أجل المتعة للمنظر. والله تعالى قال: سيروا في مناكبها، يعني في أطراف الأرض. فالإنسان يسير في هذا الكوكب فيرى بديع خلق الله سبحانه وتعالى، الغابات، الأشجار، المزروعات المختلفة بألوانها المتعددة ونكهاتها المميزة التي أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها. تمام. وحث الإسلام أيضا على الحفاظ على الطبيعة. نعم. وفي بعض الفقهاء قال: حرام أذى الأشجار، حرام أذى الطبيعة، حرام أذى الحيوانات. فكل ما يدب على هذه الأرض هو مخلوق من مخلوقات الله، وواجبنا احترامه والحفاظ عليه، صح؟ بالنسبة للأشجار أستاذ ورد، مثل ما عم تتفضل، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف، اللي هي ظروف الحرب، ما في أصعب من ظرف الحرب، نسأل الله عز وجل السلامة يعني لبلادنا. أي نعم. فهذا الظرف الصعب، مع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت من وصاياه في أثناء هذه المواقف الصعبة: لا تقطع شجرة. فسيدنا النبي إذن حرم النفي أو النهي، مقصد منه التحريم، فلا تقطع شجرة، يعني لا، يعني الحرام قطع الشجرة. فإذا كان في هذه الظروف يحرم قطع الشجرة، فمن باب أولى أنه يحرم أذى الأشجار والنباتات في باقي الأوقات وفي أوقات السلم. حتى أستاذ ورد أنه الفقهاء والعلماء نصوا على أنه يحرم أن يسير الإنسان على عشب أخضر، لأن السير عليه فبده يموته، وهذا العشب الأخضر هو روح، والدليل روح، الدليل العلمي، نحن بنعرف يعني العلماء وفي علم الأحياء بيقولون أن النباتات في النهار تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين، صحيح؟ وفي الليل كل العالم. نعم. وفي الليل يكون العملية عكسية، تتنفس الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون. فإذا في تنفس، فإذا هذه النباتات روح، الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة عليها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تماما. بالنسبة أستاذ ورد للمخلوقات الثانية من الحيوانات وغيرها،
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أن امرأة أو رجلا كان عاصيا بعيدا عن الله عز وجل إلى آخره، فرأى يعني كلبا يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش، يعني عم جاي على التراب عم يلحس التراب لعله يجد رطوبة من شدة العطش. وكان هذا الرجل في صحراء وقد نزل إلى بئر وشرب ماء. قال فلما شرب الماء ونزل على البئر ورجع طلع من البئر والنزلة صعبة وطلع، فوجد الكلب فقال والله لقد أصاب هذا ما أصابني عطش. وشوف يعني سيدنا النبي عم ينقل لنا هذا الحديث وكلام أنه شوف هذا روح يصيبه ما يصيبك. قال أصاب هذا ما أصابني، فنزل وعاد إلى البئر وغرف له من الماء وشربه. قال شكر الله تعالى له فغفر له. أيضا بالنسبة نرجع هيك للنبات، كمان سيدنا النبي عليه الصلاة أو يعني الحفاظ على الـ يعني الطبيعة والحفاظ على الطرقات، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا أزال غصنا من الطريق، يعني غصن شوك في الطريق يعني يعيق المرور ويعيق الناس، قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إماطة الأذى عن الطريق، الحفاظ على المرافق العامة. نعم. كثير من الناس اليوم للأسف وأقول ثانية تمام، لا يشعر بالانتماء إلى المرافق العامة التي يعيش في مدينة مثلا معينة. نعم. يقول لك أنه أنا ما دخلني. نعم. في مين بده ينظف من بعدي، ما دخلني، المهم بيتي أنا نظيف، الشارع ما دخلني فيه. بطلع بالباص بيقول لك إيه يعني فوق ما هنن عم يركبونا هالركبة، هنن مين ما بعرف. يعني في انفصال عم حس، فوق ما عم يركبونا هالركبة اللي مالها كتير ظريفة كمان بدهم ياني حافظ على الباص، لا بدي خربش بدي. الحفاظ على المرافق العامة أين هو؟ نعم. في الإسلام يعني أستاذ ورد، بالنسبة للمرافق العامة هذه مسؤولية كل الناس، ليست مسؤولية محصورة بإنسان محدد. والله أنا ما دخلني، مثل ما تفضلت في كثير من الناس بقول أنه أنا والله إلي ببيتي. مثلا بعض النساء الأخوات يعني بتقول أنا نظفت بيتي، بدير الولد إذا أذى بالبيت بتقوم الدنيا عليه، إذا كب شغلة بالأرض عن بيت جده معلش. أما أيوة، أما في مكان آخر وخصوصا في الشارع فممكن ما ينتبه الأب أو الأم على هذا الطفل، لا لازم يجب أن ننتبه عليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يعني سيدنا النبي ما ترك شيء إلا علمنا إياه عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي نبي اللطف، نبي الذوق واللباقة، كلها عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. شوف سيدنا النبي قال فنظفوا الفناء، قال هو الساحة أمام الدار، يعني أمام البناية الشارع، هذا معنى الفناء. فنظفوا أفنيتكم. ليش سيدنا النبي ما قال نظفوا بيوتكم؟ قال لأنه الإنسان طبيعة الحال ينظف بيته، ما بيعود يعني الفناء هو المحيط فيه. قال ولكن سيدنا النبي شو عم يوصينا على نظافة خارج المنزل، لأن هذه ممكن البعض يغفل عنها. فقال فنظفوا أفنيتكم. في حديث كثيرة جدا يعني نذكر منها حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل سخيمته في طريق الناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا اللي بيرمي الأوساخ بالطريق، اللي يعني عم يأكل شيبس الولد الصغير وزته بالشارع أو بالباص مثل ما تفضلت أو بأي مكان، هذا من المحرمات، حتى المحرمات المغلظة تماما. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال اتقوا اللاعنين. الله أكبر، يعني اللي بيسببوا لعنة الله عز وجل والعياذ بالله، يعني البعد عن رحمتي ونحن في شهر الرحمة. فقالوا يا رسول الله ما اللاعنين؟ قال التخلي في طرق الناس وظلهم. التخلي يعني قضاء الحاجة، ويشمل أيضا التخلي رمي الأوساخ، رمي يعني المحرمة، ممكن واحد تماما محرم مسح بيقولوا لا تكبها بالسيارة، افتح الشباك كبها. أيوة، هذا خطأ كبير جدا أبدا. وهذا من المحرمات ومن اللاعنين الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. أعود وأؤكد أنه فعلا لو ننظر إلى الإسلام وننهل منه هذه القيم لكنا بألف ألف خير. تمام. يعني الله عز وجل عندما أرسل الإسلام وبعث محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي الكريم بعثه كرمال هالقصص ليتمم مكارم الأخلاق. نعم. وليهذب النفوس وليخلي المحبة رائدة بكوكب الأرض. تمام. ونحافظ على أنفسنا وعلى كل المخلوقات. نعم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا أستاذ. رمضان كريم. هو حدث عن النظافة على المحبة، عفوا النظافة تشرح النفس
وتشرح تطيب الخاطر وتجعل المحبة ويعني الحالة الجيدة للنفس الإنسانية تماما. فلذلك كله بيكمل بعضه.